بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوم جديد في منافسات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث الاندفاعات والتحديات الجميلة في عالم الأصايل مستمرة، وفي منافسات هذا العالم الساحر نتابع في هذا الصباح انطلاقات سن الثنايا واندفاعات جميلة مع 8 كيلومترات، حيث انطلق ثامن الأشواط وهو شوط خاص بنتاج قطر، حيث نشاهد هذه الانطلاقة وتحديات الجعدان. وعلى مدار 8 كيلومتر نتابع هذه المنافسة، نتابع هذا التحدي الجميل عبر شاشة قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة لأحداث ومنافسات هذا الكرنفال السنوي. نتابع مسار هذا الشوط، وإلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول لنتابع الصدارة ومقدمة الشوط، وهذا مسموح اللي يتقدم بالنداء الأول بشعار بدر بن عبد الهادي بن نديله الشيبة، من يقدم شعاره على الصدارة وعلى المقدمة مع اندفاعة مسموح في قمة هذا الشوط. بينما في المركز الثاني يتواجد إسعاف مع ثاني المراكز بشعار محمد بن علي بن سنيد الدعية، من يأتي من خلال هذه الاندفاعة وتواجد وانطلاقة إسعاف في المركز الثاني وثالث المراكز. وتابع الشعار القادم، هذا هو مشاهدين الأعزاء وسام اللي خذ المركز الثالث بشعار عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري، من يقدم شعاره يقدم لنا وسام في هذا الشوط محتلا لثالث المراكز. بينما في المركز الرابع أشاهد أيضا التقدم الجميل من شعار بن نايفة من خلال هذه اللحظات المثيرة، وهذا حشيم اللي خذ المركز الرابع، فيصل بن عبد الهادي بن نايفة من يقدم شعاره في هذا الاندفاع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، نتابع الشعار القادم، هذا الواعي اللي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، علي بن حمد بن حيدان من يقدم شعاره مع خامس المراكز مع هذه الانطلاقة من الواعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخماسية المتقدمة للشعارات الخمسة التي تنطلق مع الصدارة مع البداية، وخلفها أيضا نتابع الشعارات وأسماء حاضرة ومشاركة في هذا التحدي الجميل في هذا المهرجان. عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة والبداية الأولى، حيث نتابع المقدمة مسموح على مقدمة الشوط بشعار الشيبة، من يتصدر المشهد بدر بن عبد الهادي بن زيد بن نديله الشيبة، من يقدم شعاره ويدفع بمسموح في هذا الشوط مع القمة مع الصدارة الأولى. بينما في المركز الثاني، ثاني المراكز، نتابع من عمق الميدان، هذا حشيم اللي غير مع المركز الثاني بشعار فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايف الهاجري، من يقدم لنا شعاره من خلال هذه الانطلاقة والحضور من حشيم في المركز الثاني. ثالث المراكز نتابع أيضا هذا التواجد من وسام عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا وسام في هذا الشوط محتلا لثالث المراكز. وفي المركز الرابع، في المركز الرابع هناك من الطرف اليمين إسعاف يتواجد ويحضر هنا بشعار محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، يقدم شعاره في هذا الشوط ولكن انخطف رابع المراكز بقدوم وانطلاقة الواعي. ما شاء الله يا الواعي اللي غير في هذه اللحظات وخذ المركز الرابع، ويأتي ويتقدم بشعار محمد بن سعيد آل سفران، من يقدم شعاره في هذا الشوط مع الواعي الحاضر في هذه اللحظات محتلا لرابع المراكز. والمركز الخامس، المركز الخامس هناك أيضا اسم الواعي يتواجد بشعار علي بن حمد بن حيدان، من يقدم لنا الواعي في المركز الخامس. هذه نتيجتنا وهذا ندانا الثاني لمنافسات وتحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل، ثامن أشواطنا الصباحية، وهو شوط خاص بالإنتاج وخصيصا إنتاج قطر، حيث نتابع هذه الانطلاقة ومسار وتحديات هذا الشوط مع 8 كيلومتر. يأتي سن الثنايا بهذا الحضور، بهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة، وفي مهرجان غالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، لنتابع معكم هذه المنافسات الكبيرة مع شعارات أبناء الخبايل. عودتنا إلى صدارة الشوط وإلى المقدمة.
عودتنا إلى مقدمة الشوط متابعين الكرام، حيث نشاهد الصدارة والمقدمة الأولى. ما شاء الله يا الواعي اللي انتقل نقلة جميلة إلى المقدمة في هذه اللحظات. محمد بن سعيد بن محمد آل سفران من يقدم الواعي على المركز الأول على الصدارة، ويبحث بن سفران عن ناموس هذا الشوط عن الزعفران من خلال انطلاقة الواعي. المركز الثاني نتابع شعار بن نايفة من خلال هذا الانطلاق من حشيم. فيصل بن عبد الهادي بن نايفة يقدم شعاره، يقدم لنا حشيم في هذه اللحظات. ما شاء الله الأربع كيلومترات مرت سريعا في هذه الانطلاقة، حيث نسير مع انتصاف المسافة. المركز الثالث مسموح، بدر بن عبد الهادي الشيبة من يقدم شعاره من خلال انطلاقة مسموح في المركز الثالث. المركز الرابع هذا هو الواعي يتواجد بشعار علي بن حمد بن حيدان من يأتي من خلال انطلاقة الواعي محتلا لرابع المراكز. المركز الخامس هنا التواجد من إسعاف. في المركز الخامس يأتي شعار الدعية من خلال هذا الانطلاق من إسعاف. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية من يقدم لنا إسعاف في خامس المراكز. انتهينا من المراكز الخمس مشاهدينا الكرام، والتي تتقدم في هذا الشوط بمقربة من بعضها البعض، حيث المنافسة، حيث التحدي، حيث الإثارة حاضرة في أشواط هذا الصباح مع سن الثنايا. عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى الواعي وانطلاقات الواعي بالصدارة بشعار بن سفران على مقدمة الشوط. محمد بن سعيد بن محمد آل سفران من يدفع بالواعي على المقدمة، وسلالة الواعي ولد مشرف من يأتي بالصدارة الأولى مع هذا الانطلاق الجميل. الملاحقة من شعار بن نايفة وحضور من حشيم في المركز الثاني. فيصل بن عبد الهادي بن نايفة يقدم سلالة حشيم في هذا الأداء الجميل على مركز الوصافة. أما على ثالث المراكز فيأتي أيضا شعار بدر بن عبد الهادي بن انديله الشيبة من خلال انطلاقة مسموح في المركز الثالث في هذه اللحظات، ليقدم لنا الشيبة سلالة إسعاف في المركز الثالث. أما رابع المراكز تقدم في هذه اللحظات أيضا من إسعاف. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم أيضا سلالة إسعاف في هذا الشوط. وخامس المراكز يا سلام على الشعار القادم في أول ندى، يأتي مسيان في هذه اللحظات. طالب بن صالح بن طالب بن عقيل انضم معنا إلى الصدارة بقدوم وانطلاقة مسيان، وأيضا ينحدر من سلالة مسيان في هذا الأداء الجميل. نتابع معكم هذه الإثارة خماسية جميلة تتقدم تنطلق بالصدارة الأولى في هذه اللحظات المثيرة. ما شاء الله على هذا الحضور الجميل والمنافسة وتبادل المراكز والإثارة التي تحضر من كافة الشعارات المنطلقة بين جنبات هذا الميدان. لنتابع هذا الحضور الجميل من هذه الأسماء القادمة خلف المراكز الخمسة. شاهدوا معنا هذا الهجوم الجميل والأسماء اللي بدأت تتدافع هنا نحو الصدارة، نحو المراكز المذاعة. ولكن بن نايفة وحشيم على مقدمة وصدارة الشوط. غير في هذه اللحظات حشيم ليستلم الصدارة، يتقدم إلى المركز الأول. يطمع بن نايفة بالزعفران من خلال هذا الانطلاق من حشيم في مقدمة وصدارة الشوط. فيصل بن عبد الهادي بن نايفة يقدم لنا حشيم على المركز الأول على الصدارة والمقدمة، وشعار الدعية من الجانب اليمين حاضرا مع هذا الانطلاق، مع هذا الحضور المميز والرائع والجميل من خلال انطلاقة إسعاف. في المركز الثاني محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم شعاره، يقدم إسعاف في هذا الشوط. زادت السرعة، زادت الإثارة، حضر الجميع. ناخذ المركز الثالث، يتقدم مسيان. طالب بن صالح بن عقيل يدفع بمسيان، وسلالة مسيان أم الزبار حاضرا في هذا الشوط مع شعار بن عقيل. وفي رابع المراكز يا سلام يا سلام يا سلام، شاهد هذا الحضور الواعي. بدأ يعي في هذه اللحظات مسار الشوط ويدرك الأمتار المتبقية في هذا الأداء الجميل. 1500 متر عن خط النهاية، علي بن حمد بن حيدان اشعل نار المنافسة بقدوم
يقوم الواعي إلى الصدارة مباشرة. المركز الخامس، المركز الخامس تابع الاسم القادم. يا سلام يا الواعي، حاضرا بشعار بن سفران، محمد بن سعيد بن علي بن سفران، يقدم الواعي خماسية ذهبية تنطلق بالصدارة. وأشوف الشعار القادم، الله 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 الله، وصلكم شاهين. وصل بن حباب يقدم شعاره، يقدم شاهين. راشد بن ناصر الحباب الهاجري بدأ يدفع لنا بشاهين في هذا الشوط ليرفع راية التهديد القادم بقوة. ونتابع أيضا اسم جديد بدأ يأتي في هذه اللحظات، شعار بن ربيعة، ولكن العودة إلى الصدارة المقدمة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، ثمانية أسماء في موقع واحد تحمل مشهد منافسة كبير على أرضية ميدان الشحانية، على أرضية ميدان التحدي. أمتار التحدي، أمتار الفوز، أمتار الزعفران. الله 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 الله، تابع المشهد الجميل. انطلاق وحضور من الواعي على المقدمة والصدارة. علي بن حمد بن حيدان مع المقدمة، الواعي في المركز الثاني، بالربيع قادم بنهاب، نهاب على المركز الثالث، غانم بن جاسم بالربيع الكواري يقدم شعاره. المركز الثالث، الرابع اسعاف، اسعاف مع الدعية، وخامس المراكز بالنايفة يعود في هذه اللحظات مع حشيم في المركز الخامس. ولكن الصدارة المقدمة، الواعي الواعي والواعي، الواعي والواعي في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله، تشابه أسماء، اختلاف الملاك واللحظات المثيرة مع الواعي علي بن حمد بن حيدان، ويتقدم الواعي الآخر محمد بن سعيد آل سفران. اللحظات المثيرة، اللحظات الخطيرة، حشيم قادم في هذه اللحظات. ولكن هنا الواعي على مقدمة الشوط على المركز الأول، ما طاع يسلم الصدارة، يبغي الناموس، يبغي الانتصار علي بن حمد بن حيدان. ولكن بن سفران يقلب الطاولة في اللحظات المثيرة. سلام يا بن سفران، سلام يا الواعي، تهانينا. والناموس لمحمد بن سعيد آل سفران على فوز الواعي وانتزاع ناموس هذا الشوط. ما شاء الله على المنافسة حتى الرمق الأخير، ولكن بن سفران هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول أيضا من الواعي علي بن حمد بن حيدان، وثالث المراكز. المركز الثالث وصل حشيم لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة. المركز الرابع، المركز الرابع من نصيب شاهين راشد بن ناصر الحباب الهاجري. وخامس المراكز، المركز الخامس نهاب غانم بن جاسم الربيعة الكواري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، وشاهدنا الواعي ما شاء الله يا بن سفران على هذا الانتاج الفاخر. وسلالة الواعي ولد مشرف هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط. ناخذ التوقيت، لحظة وصوله إلى خط النهاية، قاطع مسافة 8 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 7 ثواني 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن محمد آل سفران على فوز الواعي بالمركز الأول، وينحدر من سلالة الواعي ولد مشرف بينما ثاني المراكز كان الوصول من حشيم في المركز الثاني بشعار بن نايفة وتوقيته 13 دقيقة 7 ثواني 81 جزء من الثاني. تهانينا الفيصل بن عبد الهادي بن نايفة على فوز حشيم بالمركز الثاني، وينحدر من سلالة حشيم أيضا. بينما ثالث المراكز كان الوصول من الواعي وتوقيته الزمني 13 دقيقة 7 ثواني 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حمد بن حيدان على فوز الواعي بالمركز الثالث، وينحدر من سلالة جبار. هكذا متابعين الكرام شاهدنا منافسات هذا الشوط والتحديات الجميلة.